بالنسبه للارترز بتاع الاستومك او البلاد سبلاي بتاع الاستومك، هنا لازم انبه على حاجه. الاستومك طالعه في الامبريولوجي من الفور جات، عشان كده الاستومك بتاخد بلاد سبلاي من السيلياك ترانك، فلاقي ان في هنا 5 ارترز بيدوا بلاد سبلاي للاستومك، كلهم طالعين من السيلياك ترانك لانها طالعه في الامبريولوجي من الفور جات. فعندي على الليسر كيرفتشر اوف ذا ستومك كده في ارتري اسمه ليفت جاستريك ارتري وده رايت جاستريك ارتري، يبقى على الليسر كيرفتشر ليفت جاستريك ورايت جاستريك. على الجريتر كيرفتشر هنا في ليفت جاسترو ابيبلويك وده رايت جاسترو ابيبلويك، وهنا دولت ارتريز دي اللي اسمها شورت جاستريك ارتريز. يبقى الـ5 ارتريز ليفت جاستريك رايت جاستريك، ليفت جاسترو ابيبلويك رايت جاسترو ابيبلويك، وبعدين للفاندس بيجي لها شورت جاستريك فيسلز، كل دول طالعين دايركتلي او اندايركتلي من السيلياك ترانك. ليه؟ لان الاستومك طالعه في الامبريولوجي من الفيرست فارينجيال ارش. اما بيجي يسالنا على البريتونيال كونكشنز او بريتونيال كفرنج اوف ذا ستومك، اقول ان الاستومك دي كومبليتلي كفرد ويز بريتونيوم، وعلى الليسر كيرفتشر بتاعتها في فولد، الفولد اللي ماسكه في الليسر كيرفتشر اسمها ليسر اومنتم. نيجي بقى على جريتر كيرفتشر في فولدز تانية، في جاستروفرينيك ليجامنت هنا اهو فولد من البريتونيوم، جاسترو سبلينيك ليجامنت واصله لحد الهايلم اوف ذا سبلين، وفي جريتر اومنتم. يبقى هنا 1 2 3 4 فولدز بالبريتونيوم كونكتد بالاستومك، ليسر اومنتم، جاسترو سبلينيك ليجامنت، جاسترو فرينيك ليجامنت، جاسترو سبلينيك ليجامنت، وهنا دي الجريتر اومنتم. لما بنيجي في الاول بنقول ان الاستومك ديت كومبليتلي كفرد ويز بريتونيوم، ناس بتقول هل الكلام ده ابسولوتلي رايت؟ اقول لا، ما عدا الابر بارت اوف ذا بوستيريور سيرفيس نير ذا فاندس، لقوا ان هنا ورا في على البوستيريور سيرفيس في دايره هنا بتترسم في بعض الكتب على البوستيريور سيرفيس بتاع الفاندس اسمها بير اريا اوف ذا ستومك. البير اريا اوف ذا ستومك دي مش متغطيه بالبريتونيوم، وبتخلي الاستومك لازق وراء على البوستيريور ابدومينال وول. عشان كده لما بيحصل بورتو سيستيميك انستيموزيس في المنطقه دي بتاع البير اريا اوف ذا ستومك، بتلاقي في فينز واصله من الفينز بالاستومك للفينز اللي موجوده على البوستيريور ابدومينال وول. دي بالنسبه للبريتونيال كونكشنز اوف ذا ستومك. هنا المنظر ده موضح لي بقى على الجثه، ده جزء من البريتونيال كونكشنز، ادي ليسر اومنتم ماسك في ليسر كيرفتشر، وادي الجريتر اومنتم. طبعا لو طلعنا فوق كده هتلاقي هنا جاسترو سبلينيك وجاسترو فرينيك ايه ليجامنتس، ده المنظر اللي هو بريتونيال كونكشنز اوف ذا استومك.